جزء مهم كثيرا مما تجهله المرأة هو كيف تستطيع تحصيل حقوقها عبر القانون السوري اللي كفل إلى كثير من التفاصيل. اليوم رح نحكي عن مفهوم الإراءة أو النفقة الزوجية وكيف تعامل معها القانون السوري. تماما سلمى، اليوم النفقة إمتى بتحق للزوجة بالضبط وبأي وقت، وشو بيكون مقدارها أيضا، والإجراءات وحالات سقوطها؟ في بعض الحالات بتم سقوط النفقة للزوجة، وأيضا شو هي الشروط القانونية يلي بتتعلق بموضوع الإراءة بعد الطلاق؟ كل هي المواضيع والبنود رح تجاوبنا عليها ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستوديو، الأستاذة المحامية لما الجمل. صباح الخير أستاذة لما، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذة لما، أهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش مع حضرتك من النفقة. يعني دائما تسأل المرأة شو هي النفقة، شو شروطها، كيف بيحق لها النفقة؟ بالتعريف هي حق الزوجة بالإنفاق عليها، مأكل ومشرب، مسكن، طبابي، وخدم إذا كان لأمثالها خادم. يعني إذا هي بأخذ أهلها وأهل بيت حماها عندهم خدم، فهو حتى واجب عليه يجيب لها الخادم أو الخادمة. لا، هي تفاصيل غريبة أول مرة عم نسمع. لا، ما أنا غريبة، هي موجودة بالقانون من الأصل. أه. فنفقة كل شيء، كل حق هو حق للزوجة في إنه يأمن لها كل متطلباتها بالحد الكافي وليس بالحد الأدنى. تمام. فقرتنا اليوم جدا موالية للمرأة، يعني مناصرة. نعم. للمرأة. طب خلينا استاذة نعرف النفقة اليوم قد ايه بيكون مقدارها، النفقة الزوجية، وكيف ممكن تتحدد؟ هو اليوم اذا في خلاف بين الزوجة والزوج على موضوع النفقة، الزوجة بتروح بتطلب من القاضي يحدد لها النفقة تبعها على اساس، ومو ما في داعي تكون عم تطلب الطلاق لتطلب حقها بالنفقة. متى ما وقف الزوج انه يعني ينفق عليها او ينفق عليها بالحد الكافي، بتروح بتشتكي للقاضي بتقول له انه انا احتاج كذا وكذا وكذا وزوجي ما عم يأمن لي اياهم، وعلى اساسها حسب يسر وعسر الزوج كمان مشان ما يكون عم يحمله زياده فوق طاقته، على هذا الاساس بتتحدد مقدار النفقه. مقدار النفقه ما له شيء ثابت، بيتغير تقريبا كل 6 شهور الا في الظروف الاستثنائيه، يعني اقل شيء اقل مده 6 شهور ممكن تكون لحتى تكون عم تطلب تغيير مقدار النفقه اللي بحطت لها اياها القاضي. النفقة هي ما بتسقط بأي حالة من الأحوال غير لتبري أو يؤديها، يعني بيضل حق برقبته وبتضل عم تطالبه فيه لحد ما يا أما يعطيها يا أما تنزل تعمل له أنه أنا أبريت ذمته من هذا من هاي النفقة. شو كمان؟ طيب استاذه لما، البعض بيتزوج ولكن ما بيقعد فتره طويله، يعني مثلا كثير صرنا عم نشهد حاليا للاسف بعض انواع الزواجات اللي بتنتهي بعد 3 شهور 4 شهور. حضرتك قلتي شيء معين 6 شهور، يعني اذا كانت هي متزوجه وما مرق عليها 6 شهور وتطلقت بحق لها تاخذ نفقه او لا؟ من تاريخ زواجها، بزواج صحيح هي نفقتها. يعني في ناس لك اذا ما عندها اولاد او اذا تزوجت وطلقت بكير ما بيحق لها نفقه. حق للزوجه سواء باولاد او بغير اولاد، عاشت معه 20 سنه بلا ولد ولا عاشت معه نهارين بلا ولد، شو دخل هي بهي؟ نفقه حق للزوجه، سواء نفقه الاولاد شيء ثاني ما له علاقه بنفقه الزوجه. نفقه الزوجيه العلاقة بالزواج، متى ما كان هذه المخلوقة شرعا وقانونا زوجته صار مسؤول عن نفقتها بالحدود الأردنية اللي حكينا عليها. بس كمان بأنه عم نحكي إذا مثلا وقف عن نفقتها مثلا بعد 5 سنين ما تزوج وضلت هي 5 سنين ما حكيت إنه بدها نفقة، بتضلها بطالب عن 5 سنين السابقين؟ لا، معها بس 2 سنين تطالب عنهم. فهي كمان هاي القصة أنا مثلا بتقول لك أنا صبرت عليه 10 سنين 5 أنا أنفق علي وما أنفق علي بالخمسة الثانيات، بحق لها فقط الطالب عن نفقة 2 سنين مو أكثر. إيه، فما له علاقة قديش هي عاشت معه، قد عندها أولاد ولا ما عندها أولاد، النفقة حق الزوجي بمجرد الزواج الصحيح. طيب أستاذة اليوم هيك في سيدات كتير بيخافوا من موضوع الانفصال، بيقول لك أنا مشان الأطفال ما بقى فيني أشوف أولادي، يمكن هي ما عندها مقدرة إنه هي تأخذ أولادها يعيشوا عندها. فهون في الإراءة، قانون الإراءة هي بحق لها تشوف أولادها. هلأ بدنا نتعرف من حضرتك على موضوع الإراءة، كيف ممكن هي تشوف أولادها وفق القانون السوري؟ معلش بس ارجع لنقطة صغيرة، هي باجتهادات محكمة النقد موجودة، ما أنا موجودة بالقانون صراحة، انه اليوم وقت بيطلق الزوجة هو ملزم انه يأمن لها المسكن مع الأولاد لحتى تكون هي إذا هي الحاضنة لحد 15 سنة.
نحن هي الفكرة اللي اليوم ما عم كثير يطالبوا فيها، عم تضطر تعطي الولد لأنه هي ما عندها مثلاً المسكن الملازم أو هي ما بتقدر تنفق على أولادها. نفقتهم ومسكنهم للأولاد على الزوج. بس هي قلتي حضرتك نقطة مهمة أنه هي موجودة بالاجتهاد. بس الاجتهاد قانون. تمام، لانه في ناس بتقول لك ما انا موجود عندنا ماده ضمن قوانين الاحوال الشخصيه بتخليه يلزم انه هو تقوم بمسؤوليه. اجتهادات محكمه النقد شو اسمه تعتبر نصوص قانونيه ويقاس عليها قانونا، يعني بتاخذي اجتهاد محكمه النقد وبتطبقي لانه هي تشرح القانون في حال وجود الغموض او الخلاف. يعني اذا انت اليوم في تفسيرين مخالفين، اليوم محكمه النقد هي اللي بتشرح هذا الحكي، خصوصا لما بيكون مثلا هي بما انا محكمه قانون انا حفوت بشغله ما لها علاقه بموضوعنا، كونها محكمه له علاقه وعم تشرح الناس تعرف كيف القانون كيف القانون لازم يكون عم يصير تطبيقه، هي هذا اختصاصها لمحكمه النقد. فكل شيء بيطلع عنا نحن بيجمعوه بمجلات ويعد مثل بمثابه القوانين. ولذلك نحن اليوم بنرجع لموضوعنا انه هي القانون يؤمن الظروف اللازمه لانها تحضن اولادها، بس المشكله التطبيق طولة الوقت والاجراءات القانونيه هي اللي عم تضطر تخليها ترجع، وغالبا النفقه القليله اللي عم تحكم فيها المحاكم، لانه كمان غالب الرجال عم تثبت عسره ما عم تثبت اسره. فبنرجع للاراءه، اليوم الاراءه هي حق للرجل الاب والام برايه اطفالهم لحتى يطمنوا عليهم والطفل يكون عم يتواصل معهم، يعني هي تحقيق على جانبين، رضا الطفل عن علاقته بابوه وامه، ورضا الاهل عن علاقتهم باولادهم، اشرافهم وعلى تربيته الولد، اشراف على صحته وعلى اهتمامه فيه. فالإراءة هي حق للأم والأب، ما بتحتاج لدعاوى قضائية لحتى يكون الأب والأم عم يطلبوا عليها، هي مجرد قرار بياخذوه من القاضي بيطلبوا انه هو يكون في إراءة. القاضي هون بيشوف ظرف الطفل، هل هو قادر عن مثلا اذا هو مع الام والاب اللي عم يطلب الاراءة، فهو بده يشوف اذا هالطفل هل قادر الاستغناء عن خدمة امه، هل في مين يخدمه بالمحل اللي بده يروح عليه على الاراءة. غالبا الاراءة بتكون بالمكان اللي موجود فيه المحضون. اذا تعذر ذلك بيعود القاضي بيشوف بيحدد بقراره الاراءة امتى بتصير، غالبا عم تكون اجتهادا كل اسبوع، كم مدتها، وفي ناس بتاخذ اولادها 24 ساعه كامله اذا كان هو قدران يستغل. يعني مو ملزمين استاذه يشوفوا اولادهم بالمحكمه، يعني بالمقر المحكمه. لا لا، اتفاق، بالعكس اتفاقيا هن هي المحكمه او مركز الاراءه هو اخر حل لما ما بيعودوا الاب والام رضيانين، يعني خلص عم يدافعوا بعض بالولد. تمام. فصار بده يلزمهم، بيقول له انا ما عندي بيت وهي ما عندها ابني، هو بيقول له بعيد وهو بتقول له قريب، بيقول لهم لا اخي تعال قلك مركز الاراءه موجود تبع المحكمه، نزل انت وياها بالساعه الفلانيه باليوم الفلاني بده يشوف ابنه هذا الصبي. ووقتها بصير اذا هي امتنعت او هو امتنع عن انه ترى، بصير في حبس تنفيذي لضمان الاراءه. يعني هي تفاصيل كثير مهمه ويمكن غائبه الحديث عنها. اشتغلت كثير بعض خليني اقول الوسائل، الدراما، المجتمع حاول يشرح هي التفاصيل من خلال اعمال، ولكن غابت هي التفاصيل اللي حضرتك عم تحكي عنها. ونحن اليوم مهم جدا ننتبه على هذا الموضوع. البعض مو بس بيتحجج بانه ما معه مصاري وما عنده مكان للاقامه، بتدخل الخلافات الزوجيه لحد بيصير تعهد من الام على الأم بعدم رؤيته وما إلى ذلك. قديش بتأثر الخلافات الزوجية اليوم على حرمان أحد الأطراف وخصوصا بعد الطلاق من رؤية الطفل أو لا؟ لا في شيء بيأثر على الحضانة على غير إلا بشروط كتير صعبة اليوم لأسقاط الحضانة أو عدم الإراءة. يعني بده يكون عنده، ممكن يكون عم يتعرض الطفل لخطر شديد، يعني بده تثبت الام او الاب انه هذا الطفل مع امه بوجوده لو خمس دقائق مع امه او مع ابوه ممكن يتعرض حياته لخطر او صحته لخطر. اما اكثر من هيك ما في، مستحيل منع الاراءه. او مثلا عله، بيقولوا لك عله عنده عله مثلا مشكله، عنده قضيه وهو عنده مشاكل قانونيه، هذا الشيء بيمنعه انه يشوف اولاده مثلا؟ لا شو دخل هي بهي، ما لها علاقة الإراءة، ما لها علاقة إلا إذا مثلا في عليه مشكلة أخلاقية. يعني هون عاد صارت القصة غير محلات، بصير سلطة القاضي التقديرية إنه هذا ما خرج يشوف هذا الولد، بس هي كلها هي تقضى على سلطة القاضي. وإسقاط الحق بالإراءة وإسقاط الحق بالنفقة وإسقاط الحق بالحضانة، يعني هذا شيء أنا يعني هو شيء من النظام العام ما بيحق لحدا يتنازل عنه. فانا اليوم كثير بسمع من الناس انه مثلا بيقول لها خدي مقدمك ومؤخرك ولا طلقك بسرعه مثلا تنازلي عن حقك برؤيه الاطفال. من النظام العام ما بيحق له، يعني ترجع بالطالب بالاراءه، هي هيدي الورقه تبع التنازل حقها قيمتها القانونيه صفر،
رسمي. هلا في ايام القضاة عم يستدلوا فيها انه هي مخلوقه غير صالحه للحضانه، بدعوى اسقاط الحضانه مثلا. لما عم تشرح له ظروفها وكيف هي اضطرت انه تعطي هاي الورقه، كمان القاضي عم بيكون عنده سلطه تقديريه بموضوع قديش لها قيمه، بس هي قيمتها الحقيقيه صفر قانونيا انه هي تتنازل عن حضانتها او عن الاراءه او الا اذا راى القاضي غير ذلك، انه من صالح من انه الطفل من صالحه انه هذا الاب او ما يشوفه، او من صالحه انه هي الام تكون موجوده حاضنه له. كثير شفنا حالات للاسف مشابهه للحاله اللي ذكرتيها استاذه، انه بيتم التنازل عن الاطفال، والسيده هون ممكن تصدق انه هي خلص تنازلت عن اطفالها، ما بقى فيها هي الطالب فيهم، لهيك نوهنا انه هذا القرار هو ما نصح ابدا. خلينا نضل بصلب الموضوع اليوم، ولنفترض انه المراه والرجل ابوين ما نون قادرين على احتواء الاطفال، ان كان بالبيت او بالطلاق، ما في تفاهم ابدا لا بالزواج ولا بالطلاق. اليوم عم يتم تشتيت هي الاسره، عرفتي كيف؟ يعني ممكن عم يصير في هجر، يعني شبه مطلقين ولكن الاطفال مشتتين هون. كيف ممكن انه الحل؟ يعني في تخاويف كثير حول هذا الموضوع، ممكن المراه تكون خايفه. خلينا هيك نعطي شويه تفاصيل تضمن حقها اكثر، تكون هي اكثر جراه بايجاد حل حتى هي ترسى على البر. اليوم القاضي له سلطه تقديريه بتقدير كل الظروف اللي عم تحكي عنها. لما بتكون ولكي الإراءة والمثل ما قلنا والحضانة، هدول قرارات ولائية، يعني دغري القاضي بتقدمين له طلب بيقدم لك، ما في مانك مضطرة تفوتي تفاصيل بدعوى قضائية. يعني ما بترفعي دعوى بتاخذي حكم، القاضي بيعطيكي فيها قرار فورا، يعني دغري بيعطيكي إجابة على طلبك. فاليوم هو هذا لازم يتفعل دور المحاكم الشرعية بطريقة أفضل، إنه اليوم تكون عن جد هو القاضي الشرعي هو مستشار لهي المرحلة، إنه أنا يا سيادة القاضي اليوم بمحل من المحلات مثلا الاولاد عم يتعرضوا لواحد اثنين ثلاثه، غالبا عم يكون في مجالس تحكيميه، غالبا لازم تتفاعل دور المجالس العائليه كمان لحل هي المشاكل. المشكله انه هلا كمان ما انا كنا عم نحكي على الفرديه شوي من الفقره اللي قبلها، لما بنرجع البني ادم لمجتمعه ولا اهله ولا لبيئته اللي بتقدر تلزمه بطريقه تصرفات معينه، لانه في اشياء القانون ما بيقدر عليها، يعني بصير في هجر قاتل، يعني في هي الطالب بوجود الاب والزوج هو هاجرنا، هي بتقدر تطلب التفريق بسبب الهجر، بس ما بتقدر تطلب انه تلزمه بالوجود. شلون بدها تلزمه بانه يكون موجود؟ بتلزمه بالنفقه، بتلزمه بانه يكون حاضن اذا هي بتسلمه المحضون، اما ما بتقدر تلزمه انه يكون اب. يعني هاي القصه بهي الحاله انا مع فكره ما بدنا اياه. انا مع فكره الله معه، اللي ما بده يلتزم بعائلته الله معه. وهذا بتعطيها علل للتفريق، يعني هي بتكون دعواها للتفريق، طلبها للتفريق اقوى لما بيكون في هيدي الاسباب الموجوده بمجلس التحكيم، هي عم توضح انه هذا الشخص مو موجود بحياه اولاده، مو موجود بحياتي، لا يستطيع الانفاق علينا او يستطيع وما عم ينفق. يعني هي بتعطيها اسباب للتفريق، بس صراحه لا احد يستطيع الزام الاب انه يكون اب او الام انها تكون. طيب في شغله ثانيه كمان استاذه لما اليوم من فتره تم تعديل بعض القوانين بما يخص الإراءة أو الحضانة وما إلى ذلك. سابقا كانوا يقولوا إذا الأم زوجت أو راحت الحضانة منها بتروح لستة، حاليا لا، بتروح للأب. البعض شاف هاي النقطة جيدة، والبعض أيضا لأنه في سلبيات بهذا التغيير. وليش دائما القانون مع صف الرجل هو بيقدر يكمل حياته ويتجوز وياخذ الأولاد، هي إذا تجوزت ما فيها تاخذ الأولاد. خلينا نحكي كمان هاي النقطة، وقديه مهم اليوم يصير في تعديل، يعني هي ممنوع عليها تكمل حياتها وتشوف حياتها وتهتم بأولادها، بس هو مسموح عليه ومسموح كمان يصير لأولاده مرت أب. يعني هلا المشكلة إن هون بترجع القصة للولاية الجبرية، إنه هذا هو الأب الولي الجبري للأولاد، المفروض لما يكون موجود ما يربيهم رجال غريب، هي هيدا الفكرة الأساسية تبعها، فكرة إنه هي بتقدر هو بيقدر يتزوج، هي ما بتقدر تتزوج تاخذ تحضن الأولاد خلال فترة الزواج. تربيهم مرة غريبة عنهم، عم يطلعوا معقدين وفي عندهم مشاكل. يعني نفس الشيء بيقول لك إذا رباهم رجل غريب، يعني هن نفس يعني أنت بدك تاخذي الوجهتين النظر لحتى تقدري توازني بيناتهم. هلا انا بالنسبه لي بهي المحلات بعرف انه اول شيء شرط القانون انه لحتى الرجل يقدر ياخذ حضانه اولاده لازم يكون عنده من النساء من يستطيع حضانه هي الاطفال. فهن عم يقول لك انه مرت الاب هل هي كفؤ ولا ما انا كفؤ، او احيانا عم يقول لك انه انا امي موجوده معي عم تقدر تربي الاولاد.
هلا اللي لازم اقول لك يا سلمى بهي القصه انه انا صار جاييني اكثر من حالي عم تتطلق من زوجها الثاني بالمحكمه وترجع حضانه الاولاد وترجع تتزوج زواج خارج المحكمه شرعيه وتضل حاضنه لاولادها لانه هي ما بتقدر تترك اولادها يروحوا لعند مرت الاب مثل ما قلتي او جربت سنه او سنتين لقيت حالها كثير ثقيله عليها وعم شنطتها كثير بالاراقه فهذا عم يلاقوا الحل انه هن يطلقوا على الورق او بالاصل يتزوجوا خارج المحكمه الشرعيه. زواجها شرعا واقع بس ما في لا يمكن اثباته حاليا لانه ما في ورق ثابت، ما في مانا مسجل بالمحكمه، فشلون بده يثبت الزوج الطليق انه اولاده متزوجه؟ وعم يلاقوا حل حاليا، فلذلك انا برايي التعديل ضروره لهذه لحل هي المشكله اللي صارت انه اليوم انت عم بيصير زواجات صارت خارج المحكمه، فانت عم تعمل مشكله عم تراكم مشاكل أخرى. اكبر هيك هي اللي عم تتزوج خارج المحكمه اذا جابت ولد ثاني كيف تتسجله؟ اقعد بعدين رجع لما يخلص سن الحضانه على 15 رجع فوت بمشاكل التسجيل او رجع اثبت انه هي المخلوقه عم تفوت لعند يعني صارت في قصه كمان ثانيه انه صار عم يراقبها الطليق ويقول انه هي عم تفوت لعندها رجل خارج الزواج للاسف فهي غير صالحه عم يسقط عندنا الحضانه انه هي غير صالحه عم تفوت رجل بدها تروح تثبت الزواج يعني عم نفوت المراه بحاله من الضعف اكبر انا بتمنى لو يكون في منظومه اقوى تساعد المراه تكون موجوده ومشاركه بحضانه اولادها وبتربيه اولادها لانه كمان يعني بيأسفني انه ايام بيروح الولد لعند امه بيرجع بياكل خناقه من ابوه انه كل شيء تعلمته وكل شيء سمعته وكل شيء فهمته عند امك هو غلط وما بيصير وامك ما بينحكى على الام بوجود الاب بوجود الطفل او بالعكس بيروح لعند ابوه بيرجع اسمعي لسه مراكز الاراقه بتلاقيهم هن الاثنين عم بيردحوا لبعض بالمركز وهي عم تسب وهو عم يدي عليها طب انه بالاخير كل هاد منظم لمصلحه الطفل الحمد لله ولا شيء عم يصير لمصلحه الطفل تفاديا لكل هي المشاكل ولو باخر دقيقه اخذناها ذكرتي انه المراه فيها طالب بمسكن تسكن فيه هي واولادها بعد الطلاق والنفقة هذا حق قانوني شرعي نعم. لها صح؟ نعم 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 بس هون ما حتقدر تتزوج هلا هون خلص هي بغنى عن الزواج المهم تكون مع اولادها بدنا نتشكر وجودك معنا استاذه لما وشكرا لكل النصائح والنقاط المهمه اللي ذكرتيها حضرتك شكرا لكم صحيح لقاء جدا مهم نتمنى الكل يتابعه ويكون في عنا هيئه الثقافه القانونيه شكرا لوجودك دكتوره وما بنتمنى يصير في طلاق هو ابغض الحلال ولكن ما بنتمنى يكون موجود الله يبعد ويضل بيوتنا عمرانه بالخير يا رب شكرا لك